اليوم هي محطة مهمة بالنسبة لحزب التجمع الوطني للأحرار في إطار اللقاءات التنظيمية التي يقوم بها بمختلف التراب الوطني مع مناضلاته ومناضليه في جهات المملكة. واليوم جهة قلمي مواد نون أعطت حقت نجاح المؤتمر بطريقة جيدة من خلال حضور مناضلين من كل أقاليم الجهة، وهذا إذا دل فإنما يدل على نجاح الحزب في هذه الجهة، وذلك من خلال مقارنة في 2015 حقق و2021 الحزب حقق نسبة نسحتها، كان في 2015 كانت 14% وفي 2021 كانت ولات 30%، فهذا إذا دل فإنما يدل على المسار الصحيح الذي يتخذه الحزب في هذه الجهة. بالنسبة احنا كمنظمة المرأة التجمعية في هذه الجهة، من بين الأولويات التي يحرص عليها الحزب في هذه الجهة، وذلك من خلال ترأس السيدة مباركة بوعيدة عضوة المكتب السياسي، ترأسها لجهة قليمي مواد نون وإعطائها الأولوية بالنسبة للمرأة هنا بهذه الجهة.